من برنامج على قطاع عائشة. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. حلقتي هذه المرة عن الحديث الشريف مع تجويد بعض القارئات، وضيفتي الكريمة هي الأستاذة النجاح متني. نجاح مرحبا بك. عليكم السلام. رمضان كريم. الله يتقبل منكم إن شاء الله. دين النبي محمد أخبار نعم المضية للفتى الأنوار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ربي تطلع نبذة عن مشوارك الدراسي مستواك العلمي. بدأت الدراسة في البيت، درست القرآن على الوالدة حفظها الله، ودرست مبادئ الفنون الأولية اللي هي في الفقه ابن عاشر، وفي النحو الأجرومية، وفي المصطلح البيقونية، ودرست مبادئ التجويد تحفة الجزرية وابن بارية، ثم شاركت في الباكالوريا، حصلت على الباكالوريا في الدورة الأولى من فضل الله سبحانه وتعالى شعبة الآداب، ثم دخلت الجامعة فدرست فيها القانون في كلية القانون، ودرست في المعهد العالي كذلك في النظام الأول نظام الماتريس 4 سنوات، ودرست في مركز تكوين العلماء المرحلة الثانية والثالثة، مرحلة تمهيد الجامعة، وأكملت فيه المدارج الأولى في مرحلة التخصص، لأن المركز فيه مستوى جامعة ومستوى تخصص، فنحن الآن في مدرج علوم القرآن والسنة، وسبق أن درسنا المدرجين، مدرج اللغة علوم اللغة ومدرج علوم الأصول الفقه والأصول. نجاح، شنو أهم الصعوبات اللي واجهتك خلال مشوارك العلمي؟ في الحقيقة الصعوبات كثيرة وكثيرة على النساء، فالنساء في سن التربية وتربية الأولاد و دراسة حقيقة صعبة، خصوصا على من يدرس في فترة التربية. وجدت صعاب كثيرة، منها المقاومة بين التربية والدراسة، ومنها تكييف الوقت بين فترة الطلوع المبكر عن البيت، ومنها المحافظة كذلك على تربية الأبناء تربية صحيحة وسليمة، والمحافظة على تحصيلهم لمستوى دراسي مقبول ليس على حساب دراستي أنا مثلا، لأن دراستهم في الحقيقة تحتاج إلى عناية. معنى أن أصعب شيء طرح لك اللي هو مشكلة التوفيق بين البيت والتدريس. نعم، هذه كانت الصعوبة الأكثر تحدي بدراستي. نجاح، شنو الشهادات اللي حصلت عليها خلال مشوارك العلمي؟ حصلت خلال دراستي على شهادات، منها أعظم شهادة تشرف بها وهي إجازة في القرآن الكريم حفظا وأداء، الإجازة الأولى في رواية نافع، والإجازة الثانية في تأهل لها حاليا، وهي الإجازة في السبع، نسأل الله أن يحقق ذلك وأن يوفق له. كذلك حصلت على شهادات، منها شهادة الماتريس في المعهد العالي الاقتصاد الإسلامي، كملت دراستي فيه، وشهادة في الجامعة من قسم القانون، وشهادة خاتم الجامعة مركز تكوين العلماء كذلك من أعز الشهادات علي، لأنها شهادة في العلوم الشرعية، وشهادة في الحمد لله فنون متعددة من العلوم الشرعية وما يتعلق بها. بارك الله فيك، كانت تبارك الله، إن شاء الله لقيت لك عدد صعوبات أكثر، في الحمد لله الشهادات اللي حصلت عليها شهادات عالية وتستحق التضحية، من درك أنا قد شربت تدريس تمنفسك. نعم،
أنا درست في عدة معاهد وبعض المدارس الحرة، النظام شعبة الأدبات برنامج بوك، وأدرس حاليا في محضر. ندرك أنك تدرسي طالبات، اللي درسي كانك تدرسي من القراءة بالتجويد. والله نعم، أنا لا أرى قراءة القرآن بدون تجويد، لأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في محكم كتابه وأمر بدراسة القرآن وأنها تكون بالتجويد في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. لذا لا أرى أن ينبغي أن يأخذ الإنسان آية واحدة إلا بالتجويد. في هذه المحاضرة أدرس فيها البنات بالأداء، ولهن برنامج في الحقيقة جديد على هذه البلاد، اللي هو حفظ القرآن على الزمن، مقسم على الزمن، استفادة من الزمن في حفظ القرآن، فيحفظنا القرآن خلال سنة كاملة يكملنا القرآن بالأداء. ومعي نماذج من هؤلاء الطالبات الدفعة الأولى التي حفظت القرآن، منها من حفظ قبل السنة، أكمل على 11 شهرا وبالأداء لله الحمد، وشاركنا في عدة مسابقات في البلد الحمد لله. بارك الله فينا، بارك لنا كبروا نماذج من تجويد بعض القارئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ما المقصود بمصطلح الحديث وعلم الحديث وما هي أهميته وكيف نشأ؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لمصطلح الحديث هو مصطلح كما هو دلالته يطلق على علم الحديث وما يتعلق به، والحديث هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، وهذا المصطلح يطلق على هذا الفن الذي أطلق عليه العلماء مصطلح الحديث لأنه تسميات دلالتها اصطلاحية. وأهميته بالأهمية من مكان لأنه متعلق بحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من التحريف والتبديل، ونشأ أول ما نشأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد دلت عليه الآيات والأحاديث لقوله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نشأ هذا العلم حقيقة دل عليه القرآن ودل عليه الحديث، وظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بهذا الفن بمصطلح الحديث. فالله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذا دليل على حفظ السنة وحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبين للوحي ومكمل للوحي وهو ثاني الوحي. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبيانا لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا دليل على أن السنة مكملة للقرآن وأنها جزء الوحي الثاني. فالحفاظ على هذا الوحي وحفظه أمر من الله سبحانه وتعالى، وقد بدأ به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فكانوا يتثبتون في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. فهذا التبيين والتثبيت يدعو إلى أن يكون النقل محققا ومتيقنا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لينقل عنه، وفي بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تدوين السنة لئلا تختلط بالقرآن في بداية كتبه وجمعه. فهذا دليل على أن هذه النشأة بدأت من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت بالتطور خصوصا مع مرحلة الفتنة، لأن الناس أصبح فيهم من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت مظاهر. خاف الرعيل الأول رضوان الله عليهم من أن يختلط الصحيح بالضعيف، فكان التدوين للحديث والحفاظ على الحديث والتيقن من حفظة الحديث بل ورسم هذه القواعد التي أصبحت الآن تعرف بمصطلح الحديث، ضبط الحديث، معرفة رجال الحديث، رجال السند الذين يرونه ومعرفة أحوالهم، بل كانوا من الدقة بمكان، فكانوا يصفون الإنسان بأوصافه الأعرج الأعمش لئلا يختلط من كانت أسماهم أو كناهم تتقارب أو تتحد. فهذا الفن في الحقيقة فن رائع خاصة بالمسلمين، حقيقة لا يعرف إلا داخل المسلمين، فالمسلمون لهم السبق في هذا التحقيق وهذا التدقيق ووضع هذه الضوابط التي أصبحت بعد ذلك معروفة بعلم الحديث وعلم نقلة الحديث، علم الرجال، علم السند، معرفة السند، الحفاظ على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الإدراج وما هو من كلام الصحابي من ما هو شرح لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وتدقيق في هذه الأمور كلها. فهذا حقيقة يعتبر بداية النشأة، ثم تطور هذا العلم حتى أصبح مدون في كتب وأصبح هذا العلم المعروف حاليا. صلى الله عليه وسلم. نجاح علم الحديث ينقسم إلى قسمين رواية ودراية، ما المقصود بذلك؟
المقصود بهذا بهذا التعي وبهذا العلم، المقصود بعلم الدراية وعلم الرواية هو معرفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الدراية هو علم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، وعلم الرواية هو علم رجال السند ومعرفة رواة السند وألفاظ المتن، معرفة المتن والسند. عليه الصلاة والسلام، ما الفرق بين الحديث والخبر والأثر؟ الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عليه هذا الإطلاق. والحديث في اللغة أصلا الحدث، الحدث بكل شيء جديد. واصطلاحا هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، هذا عند أهل السنة أهل الأصول مما يصلح دليلا شرعيا. أما عند أهل السنة فالحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وصفة خلقية وخلقية، كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. والخبر فيه تعريفات. الخبر في قيل أنه هو الحديث نفسه، الحديث هو الأثر هو الخبر، وقيل ليس هو الخبر، لأن الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه، والخبر هو ما نقل عن غيره. وقيل الحديث الخبر هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الصحابي ولم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأثر فهو في اللغة يطلق على بقية الشيء، أثر الشيء هو البقية. وفي الاصطلاح اختلف فيه هل هو الحديث أو هو ما أثر عن الصحابي والتابعي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أنه هو الحديث، وأنه يتحد هو الخبر والأثر. عليه الصلاة والسلام، واضح. ضيفتي الكريمة، بارك الله لك، قراءة آيات محكمات من كتاب الله العزيز مع بعض القارئات، وبعدين إن شاء الله نعاودك في الكلمة الختامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. طيبتي الكريمة، شنو هي وجهة نظرك انت الخاصة عن تعلم المرأة؟ كان عندها سن محدود في التعلم ولا كان عندها سن معين؟ بالنسبة لي وجهة نظري عن المرأة لا حدود لها في التعليم، لأنها مأمورة به أصلا، فالشرع جاء بتعليم الذكر والأنثى، وجاء بتوحيدهما إلا في أحكام خاصة بالنساء تتعلق بأحكام الطهارة أساسا، أحكام البيوت العلاقات، أما غير ذلك فيتحد فيه خطاب الرجل والمرأة في التعليم، والتعليم لا حدود له، فهو من المهدي إلى اللحد، ومن حرمه فقد حرم، فالإنسان لا يشرف إلا بما يعلم، ولا تكون له قيمة إلا بما يحفظ وما يتحصل عليه المعلومات، فذلك هو الفرق بين الأشخاص، ولا فرق لذلك بين الذكر والأنثى، ولا سن لذلك، فكما أن الصغير يحفظ فالكبير كذلك يحفظ، فرعيل هذه الأمة الأول فيه الكثير من العالمات، ولا شك أنهن تعلمن في ظروف تشابه ظروف المرأة في أي وقت كان، بالتالي المرأة لا بد لها أن تتعلم، وكيف لا وهي مربية المجتمع، وهي الموجهة للمجتمع، وهي القائدة له في كثير من الأحيان، فالمعول عليها، وإذا عددنا كما قال الشاعر شعبا طيب الأعراق، وكما هو معروف الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فالمرأة إذا كانت متعلمة لا شك أن البيت سيتأثر بذلك، وأن الأبناء سينعكس عليهم ذلك، فبالتالي في رأيي أن المرأة عليها ألا تحرم نفسها من التعلم، وأنه لا فوات لذلك، فأي وقت استهم الإنسان وعلت همته بالتعليم فإنه يدركه، فلا عذر لأحد في جهل الأحكام الشرعية، ولا في جهل مقومات الحياة من معلومات ومن أسس ينبني عليها شخصية الإنسان ومشاركته في الحياة، كل الحياة. صحيح، بارك الله فيك، بارك كلمة ختامية مناسبة هذا الشهر الكريم. بارك الله لي ولكم في رمضان، ورزقنا وإياكم قيامه وصيامه على الوجه الذي يرضي ربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نختار لجميع المشاهدين والسامعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقهم ما يحب ويرضى، أنهم ما يحرموا الرسل من هذا القرآن، هذا القرآن هدية الله لنا وسنسأل عنه، فهو إما أن يأتي يوم القيامة شاهدا علينا أو ماحلا مصدق، والماحل لا هو القراب، ولا فينا حد يبقى يعود، القرآن هو القارض فيه كلام الله سبحانه وتعالى، فيا الله نجعل لنفسنا ورد من القرآن، ونجعل لنفسنا هدف لحفظ القرآن، فهذا القرآن لا ينجي في الحقيقة من عذاب القبر، ولا يسكن الإنسان في الدرجات العليا من الجنة إلا القرآن، ارقى وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، فعلينا لا نحرم أنفسنا من هذا الحظ العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعد برنامج جهاد هادف ومؤقت لحفظ القرآن، لا يكون التساوف حليف القرآن، ما نعود في حياتنا جادين في أمورنا كاملها، نضع لها برنامج ونضع لذلك البرنامج وقت محدد، ولا يكون القرآن له برنامج وله وقت محدد ويكون هو الهدف الأسمى في حياتنا، فعلينا ألا نحرم جميعا أنفسنا من حظ عظيم من هذا القرآن، كتاب الله المنزل إلينا، دستورنا، منجاتنا من عذاب الله، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أهله، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. جعلنا الله من أهل القرآن ومن خاصته. شكرا لك يا طيبتي الكريمة الأستاذة نجاح من تلميذ. عليك بأصحاب الحديد فإنهم على نهج الدين لا زال معلما، وما الدين إلا بالحديث وأهله إذا ما دج الليل البهيم وأظلما. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم طيبتي الكريمة الأستاذة نجاح من تلميذ، وإلى لقاء آخر بحول الله، لكم تحياتي وتحياتي كل من أشرف على إعداد هذه الحلقة.